تحياتي لكم. سين نوكين عن الأرانب 38 يقول: السلام عليكم، ممكن تنصحوني بغيت ندير تحصين لصغار الأرانب كي يأكلوا؟ تعليقي: لا يوجد تحصين يجعل الصغار يأكلون، وبالمقادير والمعتاد أن يتغذى الصغار المولودين على الرضاعة من أمهاتهم حتى عمر الفطام، والذي يتخلله في عمر اليوم 17 للمواليد، حيث تبدأ الخلفة في التعلم من أمها الأكل من المعلفة والشرب من بزازة المياه. فما على المربي إلا أن يراعي هذه المراحل وجودة الغذاء وكمياته المقدمة، خاصة للفطام في أول 15 يوم فطام. وتقبلوا سلامي وتحياتي.